لا على رواية حفص. طيب النبر، النبر نأخذ اللوحات رأسا ولا قبل نحكي عنه؟ النبر أيها الإخوة مضمونه موجود في التلاوة، مضمونه، لكن القدامى ما كان يسموه نبر، كان يسموه بيان المشدد، باب بيان المشدد. انتبهنا كيف؟ الآن في الجامعات وفي علم الأصوات الحديث بيسموه إيه؟ النبر، وهذا موجود في كل اللغات، يعني في كل لغة تجد بأن شعب من الشعوب يضغط على حرف معين، وهذا موجود حتى الله يسلمكم في اللغة العربية. ركز معي شوي لحن نطلع شوي عن البحث، بس يعني كله فوائد إن شاء الله. نحن نعلم يا أخواني أن في اللغة العربية حروف الاستفهام، أليس كذلك؟ أو خلينا نسميها أدوات الاستفهام، منها الهمزة، أذهبت، منها هل، هل ذهبت، أين ومتى، كل هذه أدوات إيه؟ الاستفهام. في العصر النبوي بدأ يظهر في المجتمع التخلي عن هذه الأدوات، من القاعدة الكلية اللي قلت لكم إياها، ميل الإنسان إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، فبدأ يظهر شيء اسمه الاستفهام بالنبرة، بنبرة الصوت، بنبرة الصوت. يعني مثلا شو اسمه هذا، عمرو بن أبي ربيعة أظن من الشعراء اللي كان مشهورين بالغزل وكذا، فبيحكي عن واحدة شو بيقول: أبرزوها مثل المهاتي تهادى بين خمس كواعب أترابي، ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والترابي. الله يعافي ولا يبتلينا. فالشاهد على كلمة تحبها شو أصلها؟ أتحبها؟ هل تحبها؟ لكن بدأ يظهر استعمال نبرة الصوت في الاستفهام والاستغناء عن الأداة. في بعض الأحاديث النبوية، ما عم يحضرني، بعض الأحاديث النبوية في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، يعني فيها استفهام بال أيوة، تزوجت يا جابر؟ تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ شوفوا بكرا شو أصلها؟ أبكرا أم ثيبا؟ فبدأ يظهر في المجتمع الإسلامي إيش؟ الاستفهام ب، عرفتوا كيف توظيف، توظيف نبرة الصوت؟ وهذا الآن احنا بالعميات أظن بنستعمله، بنستفهم بإيه؟ بيقول لك رحت لعنده، يعني عم بستفهم وعم بستعمل نبرة الصوت. هذا الاستعمال، هذا التوظيف لنبرة الصوت، هل له صدى في القرآن الكريم؟ له صدى في بعض المواضع. بجهدي المتواضع تتبعتها من خلال ما تلقينا من الشيوخ وما ذكره مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية وكذا، وخرجت أنا بهذا المبحث. بعض إخواننا يعني الله يوفقهم يا رب يزيهم الخير، يعني إنه من فين أيمن جاب هالكلام؟ والله يا أخي ما جبته من بيت أبي، وإنما هو شيء تعلمناه من الشيوخ. لكن شيخ مثلا لو قلت أنت عم تقرأ أمام أحد الشيوخ، قلت لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ما بيرضى هالشيخ، بيقول لك من المس، بين المشدد، عرفت من المس، إيه ما تقول من المس، وضح؟ اللهم صل على النبي، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر لو قلت سحر مستمر، بيقول لك مستمر، بين المشدد، يعني دائما بنبه على إيه؟ نوضح المشدد. فإن لم يصبها وابل فطل، إذا قلت فطل على وزن بطل، عرفت كيف؟ ما بيرضوها المشايخ، شو بيقول لك؟ فطل، بيقول لك بين المشدد. هذا كلمة بين المشدد المحدثين شو بيسموه؟ نبر. هذا كل ما في الموضوع. فهل إذا عشتوا كلمة نبر بلاش منها يا سيدي، ولا تزعلوا، منسميه بيان المشدد. النبر لغة الهمز وشدة الصياح، يعني العرب إذا في همزة شو بيقولوا؟ نبر. قال له لا تنبر باسمي. جاء رجل لسيدنا النبي قال له يا نبي الله، فقال لا تنبر باسمي، ورد هذا. وفي نص عن سيدنا علي
نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قريش وليس بأصحاب نبر. وليس بأصحاب نبر، شو يعني نبر؟ همز، يعني قريش بيقولوا تؤمنون ياتون بير، هكذا قريش. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالهمز ما قرأنا. وفي علم الأصوات، شو تعريف النبر عند علم الأصوات؟ هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما، شوفوا كلمة بقليل، يعني هو موجود لكنه ضئيل وله توظيف. عرفتوا شو التوظيف؟ بيان أن هذا الحرف هو في الوصل إيه؟ مشدد، يكون بقليل أعلى مما جاوره من الحروف. والنبر بحث قديم جديد قديم، والنبر بحث قديم جديد، قديم في موضوعه، جديد في تسميته وأسلوب عرضه. وقد ذكر عددا من مسائله مكي بن أبي طالب رحمه الله، طبعا مكي معروف من علماء القرن الخامس، في كتابه الرعاية في باب المشددات وما بعده، يعني من أبواب. وكذلك فعل عدد غيره من أئمة التجويد في مصنفاتهم. وقد تتبعت مسائل النبر لسبب لفظي، لسبب إيه؟ لفظي، فيما وقع تحت يدي من تلك المصنفات ومما تلقيته من شيوخ الأجلاء، فإذا هي خمس مسائل وإليك بيانها في اللوحات التالية. أولا، عند الوقف على الحرف المشدد نحو الحي، ما بيرضوا المشايخ تقول مثلا هو الحي، أو مثلا وأضلهم السامري، ما بيرضوا السامري، شو بيقولوا؟ السامري، لما خلقت بيدي، ما تقول بيدي، تبهنا كيف؟ نعم. وبث، توقف عليها إيش؟ وبث، ما بتقول وبث، وضح؟ نعم. كل هذا الضغط ما سببه يا أخواني؟ إشعار السامع أن هذا الحرف هو في الوصل حرفان، لأن الوقف سيكون على حرف واحد من الحرف المشدد لتعذر نطقهما معا ساكنين، يعني حالة كونهما ساكنين، وكأنه سقط من التلاوة حرف، فعوض عن ذلك بالانتقال من الحرف قبل الأخير إلى الأخير بضغط معين تضبطه المشافهة. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد، يعني ما في حاجة أن نأتي بهذا الضغط أو النبر، وين؟ أولا، الوقف على النون والميم المشددتين. ليه؟ لأنه تطويل الغنة يغني. ألم نقل إن النبر سببه إشعار السامع أن هذا الحرف في الوصل مشدد؟ طب أنا بقول أنزل إليك، لو بدي وقف عليها لا يعني ما له معنى. بتشديد الحرف وصلا. والأمر الثاني الذي لا يحتاج إلى نبر، الوقف على حرف القلقلة المشدد. لما بنوقف نحن على حرف قلقلة مشدد ننطق الحرفين معا. لما بنقول تبت يدا أبي لهب وتب، تب، كم باء عم ننطق؟ هذه الأولى المدغمة، ب هذه مين؟ الثانية المقلقلة. فإذا ما سقط من التلاوة شيء فلماذا النبر؟ لا داعي له. كذلك قوله الحق، حق، نطقنا قافين ولا داعي للنبر، لأن كل من الحرفين ظاهر في النطق، فالأول منهما مدغم والثاني مقلقل، فلا حاجة إلى النبر هنا. المحل الثاني من محلات النبر عند نطق الواو والياء المشددتين، مثل كلمة القوة. إخواني الكرام، مد ومشدد لا يجتمعان، يا بتمد يا بتشدد. لذلك لما تكلموا على إدغام المتماثلين شو قالوا؟ إلا أن يكون الأول منهما حرف مد. ما قلنا مبارح بالأمس، قلنا سيدنا الجزري قال وأب في يوم مع، قالوا ما بصير تقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، ما بصير تقول في يوم، إن أدغمت أذهبت المد، وإن مددت بطل التشديد. ففي هذا المحل لابد من بيان المدوين في يوم، والعكس مثل هون القوة لابد من بيان ها
هذا الضغط. فإن لم تفعل خرجت الواو مفكوكة ممطوطة. إذا قلنا القوة، اسمعني جيدا، القوة قوة، شو صار؟ القوة قو، مثلا شرقية قوامين حييتم حي، انتبهنا كيف؟ نعم. الأمر الثالث عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد نحو دابة. القصد هون الله يسلمكم بيان الباء الأولى وأنها خرجت بالتصادم داب. أما إذا قلنا دابة، اسمعوني جيدا، دابة، الآن أنا نطقت الباء الأولى بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا، الصوت لا يأتي إلا مما سماه ابن سينا القرع، تبهنا كيف؟ نعم. كذلك الحاقة، الانتقال من الألف للقاف الأولى لابد أن يكون بقوة لبيان القاف الأولى، وإلا اسمع الغلط. الحاقة، سمعت القاف الأولى؟ أعيد، الحاقة، أخرجتها أنا بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا. كذلك ولا الضالين، هذه تتكرر معنا بالفاتحة، ولا الضالي ضال ضال، الانتقال من الألف لللام ضغطة بسيطة جدا، ما هي مبالغ فيها، ما هو مبالغ فيها، ولا هي مزعجة، ولا هي يعني قضية، لكن لا بد من هذا القليل، وإلا هتخرج اللام بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا. الحالة الرابعة عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين، لما بدنا نوقف على من السماء، من السماء لا بد من قفل الوترين وفجأة هكذا حتى تظهر الهمزة، وإلا إذا قلنا من السماء فين الهمزة؟ يعني في همزة بس ضعيفة، من السماء، بس أغلق الوترين فجأة بدون تكلف، كل الكلام اللي نقوله دائما معه كلمة بدون تكلف، بدون تكلف. سوء سوء، بس تقفل الوترين مباشرة تخرج الهمزة. أما إذا قلنا سوء، من سوء سوء، يعني بتطلع همزة إيه؟ ضعيفة. الأمر الخامس والأخير عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين بشرط إذا التبس بالمفرد، انتبه للشرط. أولا ذاق الشجرة، بسورة الأعراف ذاق الشجرة، لو ما ضغطنا وقلنا ذاق الشجرة الألف ألف التثنية ستسقط للتخلص من التقاء الساكنين كما مر معنا اليوم. فإذا قلت ذاق الشجرة، السامع بحرف أنه بيظن أنه لذاق الشجرة مين؟ واحد اللي هو سيدنا آدم. ذاق الشجرة، هالضغطة هي أشعرت السامع أن هناك ألف تثنية سقطت. كذلك واستبق الباب، سيدنا يوسف عليه السلام، واستبق الباب، هالضغطة هي أشعرت بأنه إيه؟ إيه؟ أما إذا قلنا واستبق الباب صار كأنه واحد. وكذلك الأمر وقال الحمد لله بالتثنية، بخلاف دعوى الله ربهما. دعوى تلتبس بالمفرد لأن المفرد دعا، ما هي دعوى، ما في دعي أبدا، مع أن الألف سقطت، ألف التثنية سقطت لكنها لم تلتبس بالمفرد. لذلك كلمة إذا التبس بالمفرد هنا لولناها بالأحمر لنبين بأنه انتبه، إذا التبس بالمفرد، إذا ما التبس بالمفرد مثل هنا ما في داعي. هلأ هنا بنقرأ عادي، دعوى الله ربهما لئن، دعوى الله، ما في داعي تقول دعوى الله، ما في داعي، ما التبس بالمفرد. وضح يا شيخي؟ هذا هو مبحث النبر. كلمات قرآنية لها وضع خاص، نتركها إلى غد لأنه الشيخ عدنان الله يحفظه نبهنا ألا نتأخر. بكرة إن شاء الله بنأخذ هذه الكلمات اللي لها وضع خاص ونتابع
في المبحث الذي بعده. نسأل الله البركة. طبعا بكرة السبت حيكون اليوم الأخير، فنسأل الله البركة وأن يعيننا على إكمال ما بقي علينا من أبحاث. السلام عليكم ورحمة الله.